شو في سافاش؟ فيكي تنزلي شوي؟ أمي بالسجن وبدك نطلع نتسلى؟ لك نحنا معنا طالعين نتسلى، منتمشى سوا ومناكل شي، على الأقل بتغيري جو. أنا حابة غير جو، بس الست رانا قالت إنه ما فينا نطلع بدون ما ناخد إذنها. إيه ما في داعي تخبريها. طيب ماشي، رح خبر سيلين إني طالعة. تمام، طيب رح جيب تاكسي واستناكي. طيب، بلاقيك على الباب. سيلين، شو رأيك نطلع شوي؟ نازلي بدك يانا نطلع وأمك بهي الحالة؟ بعرف إنه معك حق، ما بعرف، حابة إنه نغير جو ونشم شوية هوا. أنا ما بدي روح، ما إلي خلق، روحي إذا بدك. إيه بس يعني كيف بدي روح لحالي؟ سافاش شو عم يعمل؟ حكي فوراً بيجي لعندك. ما لقيتي غير سافاش، ليش لا أطلع معه لحالي؟ يلا قومي لنروح سوا، إذا رح نضل بالبيت بدنا نكتئب. إيه تمام، بس ليكي إذا مسكتنا الست رانا أنا ما دخلني بشي. إيه طيب، هلأ بتكون نايمة، لا تخافي. أها، كمان سافاش هون؟ نازلي؟ مرحبا سافاش، أنا وسيلين رايحين ناكل، تروح معنا؟ معلوم، بيجي. لشو عملتي هالمسرحية نازلي؟ أي مسرحية؟ هلأ خلينا نروح بسرعة. طلع معلم. بس هذا الشيء اسمه ظلم، ليش عم تشربيني عصير بردان؟ المرة الجاية عصير كرز. أنا تأخرت وصار لازم أمشي. بس نحن هلأ إجينا. ليكي في كام شغلة بدي أقلك ياهن قبل ما أروح. أنت وقفتي جنبي وساعدتيني كتير بهالفترة الصعبة، وأنا ما بنسى هالشي بنوم، وحابب أشكرك على كل هالشي يا توشا. أنا ما عمل شي لحتى تشكرني، عادي نحن رفقات. أنا كتير زعلتك وجرحتك حتى وأكتر من مرة، بس أنتي ولا مرة تخليتي عني توشا. أنتي ليش هيك عملتي؟ يعني ليش ولا مرة تركتيني؟ وهلأ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ أنا بنسى بسرعة شو بيصير معي، ما تعودت تفكر بالماضي. طيب هلأ صار فيك تروح إذا بدك. تمام أنا رح روح، بس أنتي ما رح تضلي لحالك لأنه بدك تقومي تروحي معي كمان. عن جد بدك يعني روح معك؟ لكن استنى، رح روح على الحمام وبعدين منطلع سوا. ناطرك. ما في أحسن من هالمحل؟ سيلين نحن جايين مشان ناكل وبعدين راجعين على البيت. طيب خلونا نشرب شي كمان، أنا اللي رح أطلب، أكيد أنتو مصدومين بعد هالصدفة الغريبة اللي صارت معكن. يلا اطلبي على السريع. طاولة 4. مرحبا. أهلين. لو سمحت بدي أسألك، في عندكم كوكتيل كتير طيب بدي منه، شو كان اسمه؟ دريمر. أنا ما عم أسألك، بدي ثلاثة. ناديلي وقت يجهزوا إذا بتريد. تكرمي. سيلين
فيني أحكي معك دقيقة واحدة؟ خير، شو بدك؟ بدي أعتذر منك، بعرف أنك عم تمري بظروف كتير صعبة هالأيام، بس بدي منك إذا شي يوم تحتاجي لأي مساعدة تخبريني فورا. ما في داعي، شكرا. وينو علي؟ قليلي ليش ما أجا معك؟ مثل ما قلت لك، أنا ماني بعلاقة مع علي. أهلا وسهلا. أهلا، يسلموا إيديك. يسلم. زعلانة؟ يعني كيف بدك يعني يكون؟ أكيد زعلانة. أمي بالسجن، كيف بدك يعني أضحك بهالوضع؟ صعب مو؟ إيه أكيد هالشي كتير صعب. تعرف إنه من وقت ما وعيت على الدنيا أمي ما تركتني ولا لحظة، بس بهالوقت حتى لو إخواتي حوالي عم حس بالوحدة بلاها. أنا كتير مشتقت لها. بس أنتي مانك وحيدة، وأنا رح ضل واقف جنبك حتى لو شو ما صار معك نصلي ولآخر يوم بعمري. سافاش، شكراً كتير، عن جد أنت ما في منك. سيلين، لو سمحتي استني شوي. يلا إمري، أنا جاهزة، أصلاً رح أختنق بهالمكان. نحن فينا نحكي كلمتين برا؟ برا؟ ليش ما فيك تحكيهم قدامها؟ تفضلي، هذا طلبك. ليكي، أنا فكرت منيح بتصرفاتي معك، يمكن أنا كنت عم بالغ شوي بردات فعلي معك، وهلأ بدي منك تفهمي إنه هذا الشيء اللي صار معي ما كان سهل علي بنوب. أنتي إذا بتعطيني مجال أحكي رح تفهمي شو قصدي، ما بدي تفهمي غلط، كل اللي بدي إياه إنه تسامحيني وبس. أنا ما عم أحكي هيك مشان إنه ترجعي لي، أنا كل شي بدي إياه إنه أوضح لك موقفي. إمرة لو يعني سمحت، الكوكتيل وصل وساباش ونازلي عم يستنوني، وأنا صار لازم روح. ماشي. شو لسه بدك يانا نروح؟ أكيد. توشا لا تفهمي غلط. ما في شي بيخليني أفهم غلط، أصلاً مين أنا لحتى أفهم غلط؟ شوف إمري، لازم تروح على البيت، أنا حابة ضل حالي شوي. أكيد لسه ما طلبتوا، ما هيك؟ كنا ناطرينك وحكينا أنا وياها شوي. على فكرة أنا مو جاية عبالي أكل أبداً، وأنا كمان مثلك بس عطشانة. شو طعمتو؟ Başka gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim?